الرائعة اللي فتنا فيها معي بالاستوديو مشاهدينا فيليب باشور، حضرتك انتربرونور عازف ومرنم، اليوم معنا بالاستوديو تنحكي شوي عن مسيرتك ونحكي كمان عن الفن. كيف بلشت تروح على الكنيسة وتعزف وترتل؟ أول شيء thanks كارمن، أنا قلت لي إجي. هاد ترتيلة كتير حلوة، هاد ترتيلة من ميديغورية تعلمتها. هاد ترتيلة يكون باي يعني تعالى يسوع فيان فيغ نو سينيور. وأحلى شيء نبلش بهاد ترتيلة لأنه عم نطلب من الله يكون حاضر هلا موجود بيناتنا، هيك يحكي فينا. كيف بلشت؟ بتعرف هلا تذكرت انه اول شيء هالترتيله هي اول ترتيله بلشت فيها انا بكنيسه، انا روم ارثوذكس وبلشت بالاندروم، كان عاملين كونسير سو بلشت هالترتيله. بس هلا تذكرت انه اول بريير بلشتها كنا اون جروب وكنا بكنيسه وما كنت بعرف ولا ترتيله. قالوا له طب دقشي 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 للعذراء، طب دقشي هيدا. قلت له ما بعرف عن جد ما بعرف. قال ليش؟ قلت لهم بعرف لفرانسيس كابريل جولام اموريج، بتزبط؟ قال ايه بتزبط. سو لقيت جولام اموريج لفرانسيس كابريل. سو هيك كان لما تكون النوايا فريمون هيك بور او اونيت فيك تتحدي مع الله. بعرف في قصه مهضومه من ورا ليه صرت تروح على الكنيسه، فينا نعرفها؟ ايه اول شيء فوالا سو كنت روح على الكنيسه تريز انتريسي هيك روح على الكنيسه، كنت انا وشاب قال لي تعال بدي اخذك على كنيسه كثير حلوه هي بمرمرون. هلا كل يلي رعيت مرمرون بيجوني رح يضحكوا. هي كنت روح اول شيء اتعرف على بنات حلوه لانه كان في بنات حلوه، بتعرف انا الشاب اول عمره وكذا وهيك، اتعرف على بنات. بعدين انا ميجيسيان وحبيت كثير الكورال هونيك وعلقت بالكورال، صرت روح ترتل. بعدين بعد فتره كان وقت على ايام بيرسيمو زند الله يرحمه الديس بيقولوا عنه، سو طلبوا مني قالوا لي فيليب، ما كان عندهم حدا يدق، في حدا اسمه جومانا جيموس، قلت لي فيليب بليز فيك ترتل فيك تدق لنا؟ قلت له انا ما بعرف. قال لي يلا بنتمرن. سو كنت اول مره كمان برتل لسان تيريز، كنت تعلمت وقتها تراتيل سان تيريز، وحده منهم ترتيله اسمها سعيده، اذا في وقت نسمعك اياها. اوكي فيليب، بدنا نرجع لكوتي شوي الموهبه او الفنيه، هل اهلك شجعوا يكون عندك موهبه فنيه؟ بلشت على عمر صغير؟ انا بلشت كان زمان بلشت جيتار عمري ال 15، وبركه اهلي على حياتي لانه ولا مره وقفوا بوجهي، والعكس اذا كنت عم دق على 2 الصبح او 3 الصبح كان بي يقدرني ويجي يسمع ويقعد ويقول لي سمعني وزيت الشيء. يعني ولا مرة كان في حدا من عائلتي أو من أهلي وقفوا بوجهي بالموسيقى، بالعكس كان في تشجيع كتير كبير للموسيقى. هل كنت عارف إنه بس بلشت كنت عارف إنه معقول مثلا يصير أنا بالكنيسة أكتر شيء عم رنم؟ لا أكيد مش عارف، أكيد مش عارف. لا كان أكتر شيء كان هدفه بي لما إنه أعزف إلي كان بده يقوي لي شخصيتي. وهي انا بشجع كل بي او اهل عم بيسمعوا اذا عندهم اولاد يشجعون على الموسيقى او على الموهبه، لانه اتس بيرسونال ديفلوبمنت، بتعطي شخصيه بتقويها حتى بالمدرسه، بتعطيك غير فكر. خاصه لي انسترومون بالموسيقى هن تكنيكلي بيفصلوا حواس، يعني عندك الدرمز والبيانو والجيتار، خلينا نقول هالثلاث الات. الجيتار مع بعض بتحركي ايديك، البيانو كل ايد تشتغل، الدرمز فيك تحركي اول اجر ثاني اجر ايد ايد، واذا بتغني سلو كومبلي سلو توتال اللي هي بتفصل حواسك. يعني انت بتصيري كديفلوبمون بيرسونيل بتصير عندك كيبابيليتي انه بتقدري تستوعبي اكثر تركزي اكثر. طبعا فاذا بتشجع حضرتك كل اليوث او الشباب انه اذا عندهم موهبه موسيقيه يلحقوها، وكمان مثل ما قلت حضرتك انه للاهل انه يشجعوا اولادهم على هيدا الشيء، لانه لو يمكن ما احترفوا بعدين بس بنمي لهم شخصيتهم. مش بس موسيقى، حيلا موهبه، حيلا موهبه ان كان فن، تياتر، مسرح، رقص، شو ما كانت الموهبه الفنيه مثل ما قلت بتنمي شخصيه الانسان. هلا رح نسمع منك ترتيله كمان نرجع نكمل حديثنا. اوكي في شيء معين شو عبيرك تسمعنا؟ فرنساوي انجليزي وعربي. Okay.
بشجع هيك ترتيلي مش بس تسمعيها هيك صليها معي كمان. اوكي. Jésus, je te donne mon cœur. Transforme-le selon ta volonté. Attire-le à toi qui es la paix. Le chemin, la vie, la vérité. Jesus, I give you my heart. Mold it according to your will. Drawing unto you who are our peace. You're the way, the truth, and the light. Amen. Amen. أكيد. Thank you, Philip. حابة هلأ نروح شوي على الشق الروحي. كيف الترنيم بقربك من الرب؟ كيف الترنيم بقربنا من الرب؟ هلأ في قديسة بتقول إنه من رنم صلى مرتين. الترنيم هو صلاة. وأكيد لما نصلي أو لما نتأمل بكلمة الله منتقرب منه منتحد فيه. وأنا بحس أنا يعني بشكر الله دايما على النعمة اللي عطيني إياها وهالوزنة اللي عم بستعملها معه ولقله واللي هي إنه يكون عم برتل. تعرف أول ما بلشت كنت غني ما كنت رتل، قصدي بالكنيسة أنا عم بيرفورمر وبغني ببرايفتس وإيفنتس وهيك. بس أول ما بلشت ما كنت أعرف فرق بين الترنيم والغنى، كنت فكر تكنيكاليتيز، فكر اذا الصوت اذا مش عم نشز صوت حلو الميلودي حلوه ما بدي عالم يزهقوا وكل شيء. بس الناتور دو جيزو مش هيك، نيتشر اوف جاد مش هيك، طبيعه الله منا هيك. طبيعه الله اذا بترتل الترتيل من على بكره عشيه هي ذاتها من هلا الى ابد الابدين هو ما عنده عشكل، هو مبسوط كثير. نحن الناتور تبعنا بتزهق، نحن الناتور تبعنا بدها شيء جديد، نحن طبيعه الانسان بدها شيء جديد 100%. بقى ما في اجمل لما تكوني عم بتقدمي هيدي الاله وايدي وصوتي لله وعيش الاتحاد الكلي. اصلا بوقت كورونا بتعرفي صار عندنا وقت كلنا يعني بطل عندنا اشغال وانشغالات وهيك. بهيدا الوقت كنت يعني مبارك انه اقدر اتحد معه او اقدر احكي او فتش عنه كل يوم ثابت، انه كل ليله كان في بايبل ستادي او كان عندنا صلاه او هيك. سو هالمواظبه اليوميه خلتني اتقرب منه اكثر وفرقت معي ترتيلي، حتى صوتي بتحسي فرق، حتى خلص يعني كون عن جد عم اقول له انه يسوع ها انا امامك، يسوع انا جيزو جو مي دون اتوا سينيور جو مي دون اتوا، انا قدر الكلمه لازم اكون قد ما في. يمكن الدفى بصوتك لما تكون عم بترتل بتغير عن وقت تكون عم تغني اغنيه عاديه. مزبوط. انه بلاحظ بس هلا عم بسمعك في دفى بصوتك معين بتخلي الانسان عن جد انه يكون بحاله صلاه بفكر الصلاه. فيليب، شو معقول تقول للشباب اليوم اللي للأسف يمكن مثل ما قلت عنا انشغالاتنا مش دايما بيروح على الكنيسة وعلى القداس، ويمكن أنا منهم يعني بكتير من الأوقات، كيف معقول تخلي أنه شاب حدك أو قريب منك صديق أنه تذكره أنه لا لازم نحن نروح على بيت الله؟ هيك ما بعرف إذا أنا رح أقدر أقول له شيء بس رح خبره عني. أنا اكتشفت انه في فرح بالعالم بس الفرح الكامل هو مع الله، واكتشفت انه في سلام بالعالم بس السلام الحقيقي هو مع الله، يلي هو بقلب كل مشاكلنا وبقلب كل نحن شو عم نعيش قادرين نعيش هذا السلام. مش يعني اذا اتحدنا مع الله ابرك دبرة. انا حابب اقول له انه اعطيه فرصه انه في انسان بحبك 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 بحبك، في من هلا لمدري قد ايه لك بحبك. اعطيه فرصه، فوت فيه اكثر، ورح اقول لك كيف. بكل بساطه افتح الانجيل، قري يوحنا، بلش بيوحنا،
هول هن ال 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 يعني الجايدنس. ما عم اقول لك انه اتحد فيه صلي او لازم، لا بليز خليكوا عندك هالروح الحشريه، افتح الانجيل وبلشي ري يوحنا، بلشي جان كثير حلو جان تقرا عنه، خدها قصه وما بتعرفي كيف الرب هو بيقودك، لانه هو عن جد ناطرنا وناطر هيك واقف على الباب وناطر توك توك توك، ناطر هيك بس ناطر انه نفتح له ليقدر يفوت. نعم. وهو رغبة قلبه انه يعمل بيت بقلبك، هذا رغبة قلبه انه يعمل بيته بقلبك. فيليب بحياتك اليومية كيف بتعيش مسيحيتك؟ حلو كتير السؤال، لأنه فينا نصلي بس لنقدر نشبه الله يوميا وبكل تكة وبكل ثانية، في افار بيرسونيل واحد بحاجة يعمله، اللي هو انه يلتزم، هيدا انتروتيان مانتونانس، انا لازم التزم انه كل يوم قرر انه بدي اقرا او بدي صلي او بدي اعمل مديتاسيون سو لا بارول دو ديو، تقدر اشبهه قد ما في. يعني ما في انا اليوم خلص قديس انزل التقى بحدا او عصب او سب انا وماشي او شيء ما بيشبهني، تقدر اعمل هيدا الشيء منه هين ابدا 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 ابدا. هذا الشيء بيتطلب انه واحد يعمل افار كل يوم تيقدر كل يوم يشبه يسوع اكثر واكثر. بس هيدا هيك لما حضرتك تقول انه افار كل يوم، هذا الشيء اوقات يمكن بينقذ الاشخاص انه انا هالقد بدي اتعب تكون انسان مسيحي، لا تكون عم عيش مسيحيتي بشكل يومي. ثانكس، انا رح نوضح. انت اليوم بعلاقه او بكوبل مجوز، ما هن مع بعض بدهم يحافظوا على العلاقه، بدهم ينموها، بدهم they want to water it لتكبر بالحب، ما فيها تكبر لحالها واتفرج عليها، بدها نميها. هيدا هو الانفولفمنت، او هيدا هو انه اكون انا ملتزم تقدر نميها، هيدي هي. وحب اذكر انه يمكن يسوع هو الصديق يلي لو بقينا فتره ما حكيناه بنرجع بنحكيه كانه ما تغير شيء، كلنا بس ما تستغلي هالشيء. لا اكيد، بس قصدي اذا مرق وقت طويل ما نقول اتس تو ليت، كثير اشخاص منا عندهم ناس بحياتهم رفقه كثير قراب ما بنحكيهم كل يوم، لما نرجع نحكيهم بنحس نفس الدفى، نفس هيدي المحبة بيناتنا. فيسوع قد ما بعدنا عنه فينا نرجع بسهولة وبسرعة، ومنرجع مننمي علاقتنا. فينا نسمع شيء صغير على السريع عم بدهمنا الوقت نختم فيه. قد ايه عنا وقت؟ نعم قد ايه عنا وقت؟ دقيقة بس؟ نعم. فيليب بدي اشكرك لوجودك معنا. رح اقول لك بس انه بوقت كورونا في ترتيلة بتاريخ البشرية، ما صار هيك، في ترتيلة انشهرت بالعالم كله، كل العالم ترجموها، اسمها The Blessings، كتير حلوة رح قال لك اياها. فيليب بدي اشكرك كمان لوجودك، وبعد الترتيلة كمان دغري رح ننتقل على بريك، ناطرين نسمع منك اخر ترتيلة، مع انه ما بينشبع من صوتك ولا من الترتيل الحلوة اللي عم ترتلنا اياها. هي بالانجليزي. اوكي. ليك شو حلوة، بتقول The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you. The Lord turn his face toward you and give you peace. May his favor be upon you and a thousand generations. May his presence go before you in the morning, in the evening, in your going and your coming. امبارح واليوم وكل الوقت. اوكي؟ كون الله حاضر معنا. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. You, all around you, He is with you and within you.
He's with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He is for you, He is for you. لكل واحد منا.